مرحبا بحضراتكم. الأستاذ هاني بيقول إن بيسأل إنه منكري السنة بيستشهدوا بآية سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فبيقول إنها هم عايزين يستشهدوا بها من باب تقليل دور المفسرين للقرآن الكريم، وطبعا المفسرين المتخصصين يعني عشان هم يفسروا القرآن على مزاجهم. آية سورة القمر هو بيراد منها أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم ميسرا لمن يسره الله لذلك. اللي عايز يطرق أنه يتعلم كيف يتلى القرآن فيجالس أهل التخصص في هذا الفن ليتلقى أنوار القرآن ويتعلم القرآن الكريم منه ويبدأ الطريق ده إن شاء الله بتيسير الله ييسره له. من أراد أن يتعلم معاني القرآن الكريم وتخصص على أهلي تتلمذ على يد أهل الاختصاص هيفهم القرآن الكريم، وفي فهم معاني عامة اللي هي الناس بتحب تفهم بصورة عامة عشان تفهم معاني القرآن بصفة عامة، وهناك فهم تخصصي ده بيبقى لأرباب التخصص. ولا يعني الاستشهاد أو الاعتماد على هذه الآية بحال من الأحوال اللي هو الاعتماد التام على القرآن دون السنة النبوية اللي هي بتعد كالشرح والبيان والتفصيل للقرآن الكريم، وفصلنا ده مع حضراتكم في حلقات سابقة وما زلنا نفصل هذه المسألة ردا على هؤلاء. والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن أنت لما تيجي تقول ولقد يسرنا القرآن لذكر، الآية تستشهد بهذه الآية وتقول إنه أي واحد يعني يقعد يفسر القرآن حطها جنب فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى احنا في ناس حتتخصص ليتفقهوا في الدين، يبقى في طائفة العلماء، وإلا بقى كل واحد قرأ له كتابين في الطب يبقى طبيب، وكل واحد قرأ له كتابين في الهندسة بقى مهندس. ما هي كل العلوم بتتشابه إنه لابد أن يكون هناك تخصص. ده لعب وهراء. وحنفسر أكتر يا أستاذ هاني، تابعنا في هذه الحلقات فما زلنا في الرد على هؤلاء من خلال تفسير سورة الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والفتح.